ميني ستوديو. ايش لي بربارة بنات الحارة. اوكي دومينيك فهمنا. انت ما بتعرف الاغنية؟ بلا بعرف الاغنية، بس انت بتعرف انه انا ماني كثير اليوم مبسوط. ليه؟ ليه؟ لانه مثل ما شايفين اليوم دومينيك زبطت حالها، عرفت شو رح تنقي كوستيوم، رايحة مبسوطة على عيد البربارة وتركتنا انا اتخبط لحالي ما اعرف شو نقي كوستيوم ولا عارف شو بدي البس اليوم. مشان هيك مش حلوة الانانية دومينيك. ليه؟ انت مش كرييتيف، ما خصني لك، انا كل شيء عندي بالخزينه اليوم لبسته، خواتم، سوير، بالميك اب رسمولي كمان، لك شعراتي من كل شيء هيك، كلسات كله بوتين. اوكي كيب جوينج. انت شو بدنا نعمل؟ عن جد هيدي مشكله، فانا قلت اليوم ضروري 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 انه اسال كل رفقاتنا يلي رايحين اليوم يبربروا شو عاملين على البرباره، وهيدا هو الكوت اوف ذا داي تبع اليوم، مش الكوت اوف ذا داي، التوبيك اوف ذا داي تبع اليوم، شو عاملين وشو لابسين على البرباره؟ فيكم تتواصلوا معنا عبر فيسبوك، تويتر، انستغرام اللي رح نحكي عنهم بعد شوي، وكمان فيكم تتصلوا على 0444444 لتقولوا لنا شو رح تعملوا اليوم وشو رح تلبسوا اي كوستيوم. وتعطوا الي افكار، صح. فاذا بتقول الي شو بيلبق لك، وقف شوي عملنا هيك برمه، انا بقول خرجك ام بيرات. بيرات؟ ومع العيمينات، انت عندك لون كل الالوان. صح، عندك خوج روج بلو جون واغ ايه، فانا بقول بيرات او ايه بتخيلك هيك مثل جوني داب مع شعر طويل. خلينا نشوف هلا كل يلي عم يحضرونا شو ممكن يعطونا افكار، بتقولوا لنا انتم شو لابسين وشو بدكم ياني البس. اوكي، وقبل ما نشوف تلحقوا تفوتوا على فيسبوك وعلى تويتر وتبلشوا تخبرونا، بدنا نشوف شو اليوم. مثل ما بتعرفوا انه بكل شهر ديسمبر عنا الكالندريي دو لافونت، وكل يوم رح نشوف كوت منا، فاذا خلينا كلها سوا نشوف الكوت اوف ذا داي. يلا كوكو. انا اليوم كثير دائما بس انه اليوم هيك هايبره، فاذا تروا نحن اليوم 3 ديسمبر ما هيك؟ يب. اوكي رح نشيل النجمه، حطي تحدي رح نحطها لبكره 4 ديسمبر. اوكي تنسحب بكره ورح اسحب تبع اليوم. عن شو اقول لك الكود اوف ذا داي تبع اليوم؟ It is Christmas in the heart that puts Christmas in the air. In the air. Wow. حلو. هيدا الكود تبع اليوم رح نشوفه قدامنا كلنا سوا على الشاشة. It is Christmas in the heart that puts Christmas in the air. فإذا الكريسماس يلي بالقلب هو يلي بخلينا نحس بكريسماس بالجو، إذا بتكون يعني لازم على طول قلبنا يكون مجهز للكريسماس قبل ما نهتم بالزينة وبالشجر، وهيك لازم نهتم بإنه قلبنا نتصالح مع الناس المخانقينهم، نحب رفقاتنا نساعدهم، فلهيك بنكون ريدي نحن لكريسماس وبنحس فيه، بعدين بنبلش نهتم بالشجرة وبكل هدول القصص. متقطعت الصورة قبل على الشاشة، It is Christmas in the heart that puts Christmas in the air، مثل ما ترجمها قبل إلي ومثل ما شفتوها أنتم كمان على الشاشة، ورح نرجع نشوفها هلا كمان، هيدا كود كثير مهم. وهيك حلو انه دائما نفكر بكريسماس بفورجيفنس بجوي، مش بس بالجيفت، حتى الكوت تبع امبارح كان بيحكي عن الجيفت كمان انه اتس فاميلي رابت اب اول اتس. هيدا احلى جيفت على كريسماس. كل يوم رح يكون في عندنا كوت او شيء له علاقه بكريسماس، رح نكتشف شو هو بالحلقات اللي جايه، ولكن اليوم بدي ارجع اذكركم بليز هيلب مي انه لاقي الكوستوم اللي ممكن البسه اليوم عشيه، لانه كل دقيقه عم تقطع عم نقرب اكثر واكثر لنروح نبربر من عشيه، وانا بعد ماني عارف شو معقول انه البس. نفوت على السوشيال ميديا هلا ونشوف شو عم تبعتوا لنا. اوكي بنروح على السوشيال ميديا. اوكي رح اذكر كل اصحابنا بكل وسائل السوشيال ميديا تبعنا، عنا فيسبوك ميني ستوديو، عنا انستغرام @ميني ستوديو تي في شو، وعنا تويتر @ميني ستوديو كلوب. الي انت تويتر هلا؟ يس على تويتر، فاذا بعثوا له لالي وهيلب هيم تو فايند هيز كوستيوم لليوم كرمال روح نغني هيش لبربارة، والا رح تروحي لحالك دومينيك. لا لا انا اعمل لك لتتعلمي. لا لا لا، فاذا يلا ساعدوا الي بعثوا له شو انتم بعثوا له اول شيء، انتم هيك بتعطوا افكار. بلش يلا هيك نشوف. مثلا في عنا مارك عم بيقول كاوبوي اور تيتشر، الي البس كاوبوي كثير حلو عليك. دومينيك عم بيقول لك هاي كمان هاي. في عنا مين جنى
زنا عم بتقول كمان كاوبوي، في حدا قال بيرات كمان بس ما بعرف الاكونت، ما في اسم. فبلشوا يلا، صار في عنا كاوبوي، في عنا بيرات، وعنا كمان تيتشر. تيتشر هدول بيزبطوا شوي. مزبوط هيك teacher. مرتب. اوكي. مع العوينات. لنشوف من هلا لاخر الحلقه شو رح يكون في افكار، بلشت yeah. اقتنع شوي صغيره، كفو بعثونا على اتنس. بتجي بكره لبسون. بيجي بكره لبسون. ياي. اوكي، فاذا شو رح نعمل هلا؟ رح خبركم اشياء بالسوشيال ميديا، okay. وانتم بهالوقت بتكونوا عم تبعتوا لإلي يور اوتفيتس وافكار لإلي. وحتى اذا بدنا نفوتوا بتقولوا لنا 0444444 بتقولوا لنا انتم شو لابسين اليوم، واكيد بتقولوا لي شو معقول انه انا البس. انا ردي لكل الاقتراحات تبعك. طلعوا له بشيء هيك ثقيل. يلا شو بدك تخبرينا اليوم؟ شو الاخبار بالسوشيال ميديا؟ بدي اخبركم انه ويك اند حيفل، عندنا كثير اشياء ورح نكون بكثير محلات، بس ما عندي كثير وقت كرمال نخبركم عنهم كلهم كلهم كلهم، لانه عندنا كثير ايفنتس ذيس ويكند، مشان هيك فوتوا على الفيسبوك بيج تبع ميني ستوديو وشوفوا شو عندنا هونيك. بس ضروري 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 انه احكي عن تياتر تبعنا يلي هو As Seen on TV. رح نشوف فلاير هلا كلنا سوا على الشاشه يلي هي مسرحيه ميني ستوديو على كريسمس بتياتر الجميزة، رح تكون عم تنعرض ب 12 ب 20 21 22 27 ديسمبر بتياتر الجميزة، وبتلاقوا التيكتس بليبراري انطوان اكيد، او بتتصلوا على رقمنا يلي كلكم صرتوا تعرفوه 03 85 86 87، هو رقم ميني ستوديو. ضروري نقول لكم كمان انه مثل ما دائما عم نقول بس نحكي عن أسين اون تي في، المسرحيه كثير مميزه ليه؟ لانه فور ذا فيرست تايم رح تكونوا عم تقدروا تعيشوا اللايف اكسبيرينس يلي الانكرز بيعيشوها هون بام تي في. رح يكون في كاميرامان، رح يكون في تي في تشوفوا حالكم عليه، رح يكون في الاستوديو مثل ما هو هون بينقل للمسرح، يعني اكسبيرينس كثير حلوه نوت تو مس للكبار وللصغار كمان، مع تابلو رقص، مع مفاجات عديده، اند سانتا از جوينغ تو بي ذير ومع too. انا والي وكيكي خلص لا جراند فامي افيك كلنا يعني، وانتوا رح تكونوا معنا والبرسوناجات والليتانات، كلنا رح تكون ان اميزنج كريسمس ان ان اميزنج بلاي. بس هلا في حدا رح يربح معنا صح. اكيد لانه بالسوشيال ميديا رح نفوت على فيسبوك نقرا مسج من فيسبوك من حدا كثير مهضوم دائما بيربح دائما بيحضرنا وبيبعت على تويتر وبيشارك بكل المسابقات تبع ميني ستوديو، يعني قطع على البيرثدي قطع بقى الاف قد ما بحب ميني ستوديو دائما عيد ميلاده بيحكينا على اشترك بلاكي تو بيونغ وام اس تشالنج كويستشن اوف ذا داي. وهلا رح نقرا مسج هو بعث لنا اياها على السوشيال ميديا، اسمه جاد دبيان. جاد رح نقرا المسج تبعه، بيقول Je m'appelle Jade Debien. بحب كون لاعب باسكت بنادي مرتب وكون كابتن وصير أشتر لاعب باسكت، وكمان بحب أقدم معكم حلقة لميني ستوديو مع دومينيك إليو كيكي وبحبكم كتير. ييش مهضوم، ونبعث له بوسه كثير كبيره لجاد، كثير كبيره اكيد لجاد يلي دائما بيتابعنا وبيحبنا كثير ونحن كمان بنحبك، وكرمال هيك رح تربح معنا كادو بنشوفه كلنا سوا على الشاشه. شو الكادو يلي نقيناه اليوم من ميني ستوديو لجاد؟ هو التالي سبينس كيدز كلوب، فيها 500 نقطه لك لتنقي الكادو يلي بدك اياه من عند سبينس. الف 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 مبروك. نيكست دومي. نيكست مثل ما كنا عم نحكي هلا عن البيرث داي، وعندي لعبه كثير مهضومه، بتتذكر امبارح قلت لك اليوم شوي للبنات كل اصحابنا البنات اللي بحبوا فروزن، خلينا نشوف شو هي اللعبه مع جوي كلوب. نويل سون كادو جامي. Tout le monde a droit à un Noël. Mais pas n'importe quel Noël. Un Noël avec 100 amis, 100 familles et 100 cadeaux. Pour un Noël 100 fois plus beau avec Jouet Club. Eli, حضرت فيلم Frozen؟ أكيد، كلنا حضرنا Frozen. عن جد حضرت Frozen؟ ولا؟ كان كثير حبيت؟ مين حبيت أكثر شيء بفروزن؟ هلا كل الفيلم، بس انه اكثر شيء اخذ ضجه هو اولاف سنومان. انا كثير حبيته لاولاف سنومان. يس. ومثل ما بتعرف كل البنات وكل البنوتات على هالوين وعلى هلا البرباره لبسوا اكشلي ماي كازن ايه كلهم لبسوا السا او انا البرنسسز، ويلي بعد ما خلص الكوستيوم تبعه هلا صار في شيء كثير سبيشل من عن جوي كلوب تيكملوا، بس انا ما بفوت كثير مزبوط بايدي فرح اعملها بس بطريقه كثير مش كاملة، برجع بفسلكن عنه. شو بتعمل إلسا؟ إلسا شو بتعمل؟ أنه أوكي بتطلع تلج. أوكي وأنا شو رح أعمل هون؟ هيدي هي أوه أوكي فهمت. بس أنا لأنه ما إيدي كتير صغيرة بيطلع تلج من القنينة. بيطلع تلج إيه مزبوط، بس رح فرجيكم هي كيف مفروض تكون، بس أنا إيدي علقت هي لا بتعرف أكيد للأولاد الصغار
اوكي رح فسر لكم اياها اون ديتاي. اول شيء اللي اذا بتحب ايه بحب اكيد تاكل ثلج فيها بتفوت بالايد هيدا الجون بتفوت ايه بس ما بتفوت بالايد كلها اوكي بتفوتوها على الاخر هون لبلا هون وبس بتفوتوها على الاخر وهون بتحطوها بالاصبع اوكي هيك بيكون مهضوم وفوقها بنحطها اكيد بنبكلها كلها هيدا شو الثلج لا ما بيتاكل الي اكيد ما بيتاكل عشان شمال ريحتها ومنفوت ايدنا اوكي بس نفوت ايدنا هاي بصير كل ما بدنا ننقف نعليها لفوق بس صح. انا لانه ايدي ما بتسع كلها فما بتقدر تعمل فوانس كلها فوانس بنعليها لفوق بصير يطلع الثلج مزبوط هيك بنكون عن جد عم نعمل كوستيوم عن حقيقه يعني بتصير بالفعل كانه عم نطلع ثلج من ايدينا وهيدا الشيء اللي كثير سبيسيال هيدي اللعبه مثل ما شايفين بتلاقوها عند جوا كلوب اكيد اذا حبيتوها وانا بدي زيد بعد شغله عليها انه كيف فيها تطلع ثلج هن بجوا كلوب زدوا لها عملوا شيء سبايسي معها انه فيها تطلع مي حطوا لنا تيوب حطوا لنا تيوب فادي اوكي وانت بتعبيه مي بنعبيه مي مزبوط وبنحطه محل سبراي اللي عم بيطلع ثلج 100% انه هلا هي مش هالقد صعبه بس ايه مزبوط بدك تعتقد بذكيه ولانه شوي دمي مزبوط فاذا اكيد ها هي رح فرجيكم العلبه تبعها اوكي اكيد 2 ان 1 لانه السبراي الثلج والمي والمي 100% هحية هون من بنكسر اكثر فوالا اوكي هون حلو على العلبه عم يشرحوا لنا الاتابات يعني كيف ممكن نرسم وشو ممكن نرسم نلبسها وشو ممكن نعمل فيها فهيك بهينه الطريقه علينا كثير خلينا نقول الو ونشوف عيد ميلاد مين اليوم ولمين رح نقول هابي بيرثدي وشو رح يربح ماريو صار جاهز على الخط جاهز انت دومينيك وي اكيد الو الو هاي هاي ماريو بونجور بونجور انت كيفك منيح شوي ولا كثير شو؟ شوي ولا كثير منيح؟ كثير كثير منيح، يوم عيد ميلادك ماريو صح؟ صح وقد ايه بيصير عمرك؟ 8 سنين، بتعرف مين عم بيحكي معك؟ إلي مزبوط ودومينيك من ميني ستوديو حبينا نقول لك هابي بيرثدي بما انه اليوم عيد ميلادك وجوي كلوب رح يقدم لك بهذا النهار المميز هدية حلوة كثير بنشوفها كلنا سوا على الشاشة الهدية من جوي كلوب هي الاير هاجز اير هاجز كثير حلوة هيدي اللعبة لا تستلمها تتصل فينا على 0385 86 87 ومرة جديدة ألف مبروك هابي بيرثدي هلا رح نروح بعتقد وقفة كثير صغيرة وبنرجع نكفي بكل فقرات من استوديو انطرونا ميني ستوديو فاذا كنا عم نقول هابي بيرثدي لماريو وعم بقول له كنت اذا بده يستلم الهديه تبعه يتصل فينا على 0385 86 87 مره جديده مني ودومينيك ومن كل اكيب ميني ستوديو هابي بيرثدي نويل سان كادو جامي تو لو موند ا دروا ا نويل مي با نيمبورت كيل نويل ا نويل افيك سان زامي سان فامي اي سان كادو بور ا نويل 100 فوا بلو بو افيك جوي كلوب اما هلا رح نروح لبريك كثير صغير وبنرجع لنكفي بفقرات ميني ستوديو بذكركم انه ناطر تبعتوا لي على تويتر شو معقول انه البس اليوم على عيد البرباره والجواب يلي رح البسه بتشوفوه بكره بالحلقه بريك وبنرجع ميني ستوديو ومن بعد البريك رجعنا لنقرا شوية تويتس على السريع قبل ما نلعب هلا قري لنا بالبريك الي كم وحده مهضومين يلا قريوا لي عندنا هلا اندرسكور كوين عم تقول ادمين ستوديو كلوب بليز الي البوس كاوبوي صار في عندنا كثير كاوبوي باي ذا واي ريبيكا عم تقول في عندنا الكاوبوي هذا اللي بينفخ كلاون هذا اللي لبسته على هالوين جيني عم تقول كلاون نهاية عم تقول برنس لين الحاج لين كثير مهضومه الي البوس انت التلميذ ودومي المترس واذا كانت كيكي بتكون الناظره سوبرفايزر كارين علاء الدين بعت صوره كمان وعم تقول لي انه البس برنس وبعد في تويتس بنقراهم كمان باخر الحلقه هلا رح نروح نلعب كلنا سوا لاكي تو بيونغ 1 مينيت ات بالاف انا وقت اكبر بدي اصير معلمه بعد الظهر بدي اغني مع كيكي بميني ستوديو بدي اعيش ببيت معمول من البونبو والشوكولا ما بيخلصوا ابدا بدي جمع مصاري لاشتري بيت لكلب سنوي كمان وسيارة حقيقية للعبتي لكل طموحاتهم نحن حاضرين اسألوا عن خدمات المخصصة لأولادكم بالبي ال اف
فإذاً دومي مثل كل يوم في اثنين رح يلعبوا لعبة الكالكول مونتال يلي تعودنا كلنا سوا عليها. أنت بدك تقولي لنا المشتركين. محمد علي وهبي. أوكي. ورشال مخول. ورشال مخول. فإذاً محمد ورشال. صح. ولكن شو عملوا محمد ورشال ليقدروا يوصلوا لهون إنه يلعبوا 1 مينت قد بألف؟ بدنا تقولي لنا. إلي ولو كلنا بنعرف بفوتوا على الويب سايت www.luckytobeyoung.com وبس يفوتوا على هالويب سايت تفتح قدامهم هيدي الشاشة، هيدي السكرين، هالصفحة. كيدز تينز و 18 بلس بيكبسوا هن على الكيدز، بس يكبسوا هن على الكيدز شو بصير؟ بتفتح قدامهم هالصفحة بيكبسوا تحت على الوين $100 with mini studio to register. وبعدين من بعد ما يعملوا register بعبوا اسمهم، رقم تليفونهم، date of birth، وبيكتبوا من تحت كومنت. بتعرف اللي عم بيوصلنا كومنت انه بليز 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 كول مي اي ونت تو وين. انا عم بقريهم لانه كثير مهتمين. في كومنت بوكس اصلا بقلب الابلكيشن. ايه في كومنت بوكس، مزبوط في كومنت بوكس بقلب الابلكيشن. بيعملوا سنت، وبس يعملوا سنت بيصيروا عنا الاسامي مثل ما اليوم دقينا لرشال ولمحمد. بلش نحكي معهم تشوف مين رح يربح. يلا. الو الو الو. هاي هاي، كيفك محمد؟ منيح. حاضر، محضر حالك مزبوط؟ ايه. اوكي محمد، شو بتحب تصير بس تكبر؟ دكتور. يلا دكتور بشو عندك فكرة؟ جراح. اوكي يلا جود لوك. شاطر بالمات بس؟ ايه. اوكي يلا منبلش؟ يلا انا جاهز ريدي لعد السكور. 3 2 1 توب. 3 فوا 5 14 divisé par 7 2 8 plus 3 11 24 divisé par 4 6 8 moins 6 2 4 plus 8 12 6 plus 5 11 36 divisé par 6 6 8 plus 9 8 plus 9, 17. 3 fois 10. 30. 2 plus 8. 2 plus 8. 10. 4 fois 11. عم شوفك إلي. ما أنت بتساعديهم كثير دومي كمان. 44. 2 plus 6. 2 plus 6, 8. 3 fois 3. 9. 9 fois 5. 45. 7 moins 7. أو خلص اللي هو 60. لا يلا قولها 6 موان 7. إذا قلتها مزبوط بحسبها 6 موان 7 0 0 مزبوط. رح نشوف السكور تبعك كلنا سوا يا محمد. محمد لعب كثير منيح ولكن اللعبة بعد ما خلصت في مشتركة ثانية 1600 نقطة هو السكور تبعك يا محمد. من محمد ننتقل لراشيل لنشوف قد ايه رح يكون السكور تبعها. ألو راشيل جود لوك. ألو. هاي راشيل. هاي كيفك؟ منيحة. ريدي ل 1 مينت قد بألف؟ يس. وبدك جمع اعلى من 1600 لتقدري انت تربح اليوم. اوكي اوكي. عندي سؤال لك قبل ما نبلش، شو بدك تعملي لما تصيري كبيره؟ اي مهنه بدك تمارسي؟ محاميه. واو برافو بشجعك. يلا 3 2 1 توب. 10 موان 4 6 6 7 بلس 9 نعم 7 بلس 9 17 7 بلس 9 الارقام قدامك على الشاشه. لحظة بس. مزبوط. 7 بلس 9 صح. 16 16 1 فوا 4 4 صح. 35 ديفيزي بار 7 35 35 ديفيزي بار 7 16 5 بلس 3 5 بلس 3 8 5 بلس 3 8 2 فوا 4 8 3 فوا 3 9 2 فوا 9 18 3 plus 9 3 plus 9 صح 12 6 plus 8 6 6 plus 8 يلا plus vite 14 6 moins 4 2 25 divisé par 5 5 12 divisé par 3 وخلص الوقت 1 9 4
رح نشوف السكور تبعك يا راشيل قد ايه كان. بعتقد يمكن ما كانت عم تسمعنا مزبوط، مش هيك ما قدر يجاوب على كل الاسئله، بس رح نشوف السكور بكل الاحوال اللي هو 1200 نقطة السكور تبعك يا راشيل. مزبوط. بتذكر في وحدة علقت عليها كثير ست بلس ناين. ثاني وحدة ما كان ما كنت عم شو عم تفكر ايه عم ما عم ما كانت ست فوا او بلس. فإذا ألف مبروك للي ربح معنا اليوم اللي هو محمد. رح نشوف الكادو كلنا سوا على الشاشة اللي هو لاكي تو بيون كارد من بنك ليبانو فرانسيز، بطاقة بتخليك تحصل على خصومات بمحلات عديدة، حساب باسمك ببنك ليبانو فرانسيز مع 100 دولار. ألف مبروك للي لعبوا دومي. ضروري نذكرهم إذا لعبوا وربحوا بعد ما استلموا الجائزة تبعهم يتصلوا فينا لنقول لهم كيف معقول يستلموا الجائزة قبل ما تخلص هيدي السنة. مرة جديدة مبروك لمحمد. متى أكبر بدي أصير حكيم. لا بدي أكون فريق من استوديو. لا حكيم بدي ألبس السماعة اللي بحبه. بدي يكون عندي الطيارة لأبرم العالم وعمر بيت مع جنينة كتير كبيرة. بدي أجمع مصاري لساعد كل الناس، لهيك عم حط مصاري بالإجرة كل يوم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. اسأل عن الخدمات المخصصة لأولادكم بالبي ال اف. إلي ما بقى عنا كتير وقت، لازم نختم الحلقة. خبرنا شو عم بيقولوا لك. سوزانا نعيم عم تقول من دانييلا أكيد هابي بربارا. أيم دانييلا إلي يو كان وير سبايدر مان أند هاف فان. سبايدر مان. عنا كمان ستيفاني عم بتقول برنس. عنا كريم عم بيقول باتمان. عنا مين بعد أكاونت مش معروف شو الاسم كمان عم بيقولوا أستاذ. استاذ مدرسه استاذ. لكن بعتي اتكونت فكره شوي صغيره عن شو معقول انه البس. بدي اقول لكم ميرسي كثير على كل التويتس يلي بعتونا. لو ما قدرنا نقراهم كلهم حضرونا بكره انا ودومينيك. بتعرفوا حلقه الجمعه بتكون ولعنا. كرمال هيك بنقول لكم هلا باي، بنشوفكم بكره بحلقه جديده. اند لاف يو سو ماتش. هشل برباره باي. Be with you, Joe.